ويغني وانتم ما تلحن سودة والملاحف والظفير والدنيا واحنا اولادنا يشتشد ويموتوا في الحرب. السلام عليكم إخواني، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم. هذا الفيديو بالضبط نهدوه هدية لساكنة مخيمات تندوف. في الوقت اللي البوليزاريو اللي كتحكم وكتسير مخيمات تندوف كتجبر أمهات وآباء الصحراويين باش يدفعوا فلذات أكبادهم الحرب والقتال، وفي الوقت اللي ساكنة مخيمات تندوف كتعيش الويلات، الجوع، الفقر، العطش، الحصار، معيشة صعبة في الحمادة، بيوت قصديرية لا تحمي لا من حر الصيف ولا من برد الشتاء. والأكثر صعوبة في هذه المعاناة أن الأسرة والعائلة والآباء والأم اللي كتعاني في مخيمات تندوف كتلقى فجأة خبر كالصاعقة بأن الإبن ديالها فلذة الكبد ديالها تقتل في معارك القتال. فكونوا على يقين أن في الضفة الأخرى، في أوروبا، في فرنسا، في إسبانيا، مونت لاجوري، ليميرو، كاين عدد كبير من الأسر الصحراوية القريبة والمقربة من قيادي البوليزاريو كيعيشوا في رفاهية، في سيارات فخمة، في منازل وفيلات فخمة، كيركبوا طائرات وسيارات خاصة، الأبناء ديالهم متعين، بينما الأبناء ديالكم كتدفعوهم للحرب والقتال ومصيرهم محتوم. فقط بالأمس تم الإعلان عن مقتل شابين صحراويين مغرر بهم دفعتهم بوليزاريو للقتال والموت محتوم، دفعتهم للانتحار. كانت البوليزاريو منظمة حفل في ليميرو الفرنسية، والمنظم هو شخص مقرب للبوليزاريو المدعو عميرة محمد سالم الحيمر. فبالرغم من علمهم أن شابين صحراويين سقطوا في معارك القتال، واصلوا الاحتفال، واصلوا الرقص، وما حاسين بكم نهائيا واش كاينين ولا ما كاينينش. فانتوما يا سكان صحراويين مخيمات تندوف خاصكم تفيقوا، خاصكم تعيقوا من السبات. هذا الحفل اللي كتشوفوا كان منظم بالامس في ليميرو الفرنسيه، ومع العلم انه خبروهم ان شابين صحراويين تقتلوا وقصفتهم الدرون المغربيه، الا انهم واصلوا الشطيح، واصلوا الرقص، وما على بالهمش نهائيا انهم كاينين ولا انتم انسان ولا بشر. فمن العار ان ندفع ولدي والابن ديالي للقتال بينما قيادة البوليزاريو تدفع أبنائها الرفاهية والعيش الكريم والأمان في أوروبا. لهذا غنسمعوا التسريب الصوتي اللي مشى في نفس المنوال، كتكلم على نفس النقطة. الصحراويين كيتموتوا، كيتقتلوا، كيتجوعوا، وكيتحاصروا في مخيمات تندوف، بينما أبناء قيادة البوليزاريو، أزلام البوليزاريو موالية لقيادة البوليزاريو، كيعيشوا في رفاهية في أوروبا وفي الرقص. سمعوا التسريب، حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. باش لا تردوا انتوماتي، باش لا تردوا الصحراويين في اللو شوف شين السعد، باش ردات مطبولكم يزدو، وراه مش تشهد واحد ومجروح الثاني، ومش تشهد جمال والثاني مجروح، وانتو مطبولكم فيتوريا لما يفيد يرقصون ويغني، وانتم ما تلحن سودة والملاحف والظفير والدنيا، واحنا ولادنا يشتشد ويموتوا في الحرب. يا صحراء ويا ديروا يديكم لقلايتكم، يا صحراء ديروا يديكم لقلايتكم، احرق فيكم. هذا تقولوا هلام الكوكري راقب ما خالق التطبيق ولا سامح حد، وراه الدنيا بانيتها قهوة في فيتوريا بالأغاني، والفضة تنزرق والفضة ينعقد عليها
والرجال يموتوا في الحرب يا الصحراويات. دير ويديك ولقلايتكم يا الصحراويات، طلبوا مولانا ومدوا ويديكم، ولا هو دهر عليكم الحنة، ولا هو دهر عليكم العراس، ولا هو دهر عليكم الغنى، يحرك لكم بيه وبيو. الأولاد يموتوا كل نهار، وحدات قعدات المبردات، ويباتي هذا شوين وهذا فاح، وراجي أنا عند مولانا وراني طالبة مولانا، وحدة لا تقيس عرس تتحنى، يعمل مولانا يعطيها ممات ويعطيها كتدة. ما هو دهر علينا، ولا هو وقت علينا، ولا يساعة علينا. سمعتوا الصحراويات، هذا شوين وهذه فضاحة، رعى مستشهد واحد اليوم، لا شاب صغير ومجروح ثاني، واحنا هون قاعدين طمورنا يزدي 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 مالنا. يا الله لي، هذا هو اللي يكتب وهذا هو اللي يمحى. I'm going to go to the hospital.